تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب المسرحي بديع خيري، والذي يعد من أبرز كتاب المسرح خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. اشتهر بتقديم الكثير من الأعمال المسرحية مع نجيب الريحاني، كان أولها رواية على كيفك، كما قام أيضا بكتابة السيناريو والحوار للعديد من الأفلام السينمائية. رحل بديع خيري في الأول من فبراير عام 1966 عن عمر ناهز 73 عاماً.